حسن سليمان المحامي. النهاردة شعرنا باستعادة الثورة من جديد واستئناف أعمال الثورة اللي كانت معطلة لمدة ما يقرب من 5 شهور على مطالب موحدة من جميع القوى الوطنية إلا من استثنى نفسه من هذا الجمع الوطني. المطالب كلها معروفة والناس بدأت تجتمع عليها مرة أخرى بعد أن تفرقوا وفقا لوجهات نظرهم السياسية. النهاردة كل القوى السياسية وكل القوى الوطنية بيقولوا بعيدا عن مطالبنا الخاصة أو مطالبنا اللي بتعبر عن تياراتنا، احنا راجعين تاني ميدان التحرير عشان نرفع مطلب واحد اللي هو سقوط النظام اللي ما سقطش في 25 يناير. ما زال النظام المصري السابق اللي كان بيرأسه محمد حسني مبارك لم يسقط الى النهارده 7/7. فالدنيا بتبدا تستعيد نفسها من جديد. يعني لا انا اعفيني اعفيني لا ربنا يخليك اعفيني. سجل يا استاذ محمد. انا مش هسجل بصراحه. لا سجل يا استاذ، ده انت القائد. انت بتسجل كده ده انت القائد. طب اتفضل يا فندم. اتفضل. مشكورك. انا حاسس النهارده اجواء كده يعني فيها هي التحرير كله اتقلب خليه عمل بصراحه. شباب وعائلات واسر ومختلف القوى الوطنيه مختلف التيارات السياسيه كلها جت على ارض واحده بصراحه، ارض التحرير. يعني الجو كان في خلال 5 شهور اللي فاتت ده كان جو مختلف تماما. يعني كان قوى وطنيه بتحاول انها تحصد مكاسب سياسيه سريعه، يعني استعجلت الحصاد وجاء الوقت اللي هو يوحد تاني القوى الشعبيه والتيارات السياسيه دي كلها على ارض واحده. يعني اهالي الشهداء بعيد عن بقى المسائل اللي تفرق اللي هي الدستور اولا، بعيد عن الانتخابات اولا، بعيد عن الثوره اولا، كل ده بقى ايه توحد بقى على ارض التحرير هنا في اطار الطوب الابيض دوت. فكره مين الخيمه دي؟ فكره جميله. هي فكره جميله كله اشترك فيها حتى تحت رجلينا اهي لسه شغالين فيها لحد دلوقتي. انت واخد بالك؟ وعشان خاطر الجمعه اللي قبليها كان الجو حر فالناس زهقت بسرعه، اللي كان بيقف ساعه دلوقتي يقدر مثلا ايه الناس الكبار الناس اللي هم متضايقين من الحر او الشمس يجوا يقدروا ان هم يوصلوا الاعتصام حتى. المهندس ممدوح حمزه. اه الصراحه فكره جميله. اه هي فكرته وحتى هو في سبيل تنفيذها كانت المساله بتتم من خلال مكتبه في المهندسين. ان شاء الله بالنجاح بامر باذن الله بكل الدعم من كل القوى الشعبيه ان شاء الله زي ما نجحنا في اول مره. بدات تبقى عليها المنصات الاعلاميه بدات تبقى عليها خلافات ما بين القوى السياسيه، كل واحد عايز يحتكر منصه سياسيه لوحدها. انا اتمنى ان تتوحد المطالب دي في اليافطه اللي كانت بتترفع زمان على العماره دي من اولها لاخرها، انت واخد بالك؟ وهي المطالب كلها مثلا 10 مطالب وكل متفق عليها وكل متوحد عليها، خلاص تتلغي قصه المنصات دي خالص، وهي خلاص صلاه جمعه وبعد صلاه الجمعه يستأنف اعمال الثوره والهتافات، وهي المطالب هي واضحه وما عليهاش خلاف ما بين اي المطالب. من ضمنها قصاص مثلا من اهالي الشهداء، مثلا قصاص من قتله اهالي الشهداء، من قتله الشهداء. لا مش من ضمنها طبعا. احنا انا عندي مطلب مثلا اللي هو بتاع الدستور اولا بقى لا اقدر انحيه دلوقتي جانبا لان في عمل دلوقتي اهم من كده. يعني الاصلاح في المحاكمات، الاصلاح في المحاكمات مثلا، تطهير القضاء دي دي, دي 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 مصيبه. يعني يا سياده الفاضل كل القضاء لا مؤاخذه كل القضاء اللي موجودين وكل الرموز اللي موجوده بينتموا للولاء لحسني مبارك بالظبط، واخد بالك؟ وطنطاوي بينتمي ليه للولاء، يبقى ازاي هتطهرهم؟ اذ كان هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه بينتمي للولاء لحسني. عشان كده كل الحوار اللي تامم كل ده ضحك على بيضحكوا علينا. وبعدين احنا دلوقتي المجلس العسكري اتفرض علينا، المجلس العسكري النظام القديم هو اللي اتفرض علينا. طيب احنا لازم نطهر الكلام دوت، احنا عايزين مجلس مدني عسكري. تقدر تطهر؟ تقدر تطهر. انت شلت نظام، انت شلت نظام، لازم تطهر بقى. طهر زي ما مش حسني مبارك بالظبط. حسني مبارك ماشي ازاي؟ هي برضو ايه اشكاليه ان لو الشعب اثبت في 25 يناير ان هو القوه الوحيده الموجوده على ارض مصر. اسمح لي بعد اذن حضرتك، الشعب هو القوه الوحيده الموجوده على ارض مصر، بمعنى ان ما وقفش قدامه قوات الشرطه بتاعت الداخليه، ما وقفش قدامه الرصاص، ما وقفش قدامه القناصين اللي كانوا واقفين فوق الاسطح، كل ده ما وقفش قصاد اصرار وقوه الشعب المصري، بمعنى ان الكلام ينسحب على الجميع، على حسني مبارك ومن وراءه ومن خلف حسني مبارك، من غير ما تسالني ازاي زي ما حصل اول مره يحصل تاني مره. انا في مشهد برضه اللي هو الباعة الجائلين، يعني كان اللي بيمر بميدان التحرير كان يقول لك دي مناظر الثوار، دي مناظر كذا، البائعين شوهوا منظر كبير جدا للميدان وخلوا اهالينا دي اجواء احتفاليه، وخلوا اهالينا والشعب الطيب اللي قاعد قصاد التلفزيونات في البيوت خلاهم كلهم يقولوا ان في تجاوزات وان دي وشوش بلطجيه ودي وشوش ناس ما لهاش علاقه بالثوره. لكن النهارده ده وحد المسائل دي كلها على 8/7، وفي يوم 28/6 ده يوم اثبت برضو ان القادر على تحريك الشارع هو الشعب.
مش لا 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 حركات ولا ائتلافات ولا احزاب. لا 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 سيبك من الحركات والائتلافات والحركات دي. 6 يوم 28 6 اللي نزل في الشارع وعمل معركه مع الداخليه هنا اثبت ان هي مش بميعاد وان هي مش بتعليمات من ائتلافات ولا ممثلين عن الثوره ولا الشارع اللي الشعب هو اللي بيحرك الشارع بس الناس كلها نزلت. انا موافق.